نرحب فيكم أعزائي المشاهدين، معكم أخوكم الدكتور طلال المحيسن اختصاصي الجلدية. بكلمكم اليوم من خلال برنامج دقائق تهمك عن صحتك وعن الأمور تتعلق في البشرة والشعر، بما أن هذا هو تخصصي. أبي أتكلم عن حب الشباب. طبعاً التسمية غلط، اسم هذا المرض هو حبوب الشائعة أكني فولغاريس، وهذا هو الاسم العلمي والترجمة له باللغة الإنجليزية. هذا الاسم للأمانة يضعنا في حرج أحياناً مع المرضى. لما نشخص بعض المرضى خاصة اللي تتراوح أعمارهم بين 40 و50 ونقول لهم أن فيكم حب شباب، قد ما يقتنع المريض ويبحث عن تشخيص ثاني مع طبيب آخر، لأنه يظن أن حب الشباب ما يصيب الكبار، فقط يصيب المراهقين والصغار. وللأمانة حب الشباب أو الحب الشائع الأكني فولغاريس يصيب الكبار والصغار وحتى الأطفال. لذلك لازم نتكلم عن هذا المرض ونسميه بمسماه الحقيقي اللي هو الأكني فولغاريس، أي الحبوب الشائعة. طبعا ما يصير نتكلم عن حب الشباب ولا نتكلم عن علاجات حب الشباب إلا لما نسوي كلاسيفيكيشن أو نسوي تصنيف للبشرة. البشرة عبارة عن 3 أنواع، النوع الأول هو البشرة الجافة، النوع الثاني هو البشرة الدهنية، طبعا بينهم النوع الثالث اللي هو البشرة المختلطة. البشرة الجافة مميزاتها أنه ما يصيبها حب الشباب أو نادرا ما يصيبها، لكن أكثر عرضة للتجاعيد، بخلاف البشرة الدهنية اللي أكثر عرضة لحب الشباب، هذه هي البشرة الدهنية. أما البشرة المختلطة دائما تكون مائلة إلى البشرة الدهنية، فلذلك إحنا دائما نحب نصنف البشرة المختلطة والدهنية مع بعض لأنهم دائما يصيبهم حب الشباب. الفرق بينهم بين البشرة المختلطة والدهنية فرق بسيط، يعني البشرة الدهنية تكون جدا دهنية، يصيب الحبوب للشخص في جميع أجزاء الوجه خاصة الخدين، أما المختلطة فيصيبهم في التي زون اللي هو الأنف والجبهة. طبعا احنا دائما ننصح ونكرر أن لابد من علاج حب الشباب مبكرا وعدم الاستهانة في مرض حب الشباب. في بعض الناس يظنون أن علاج حب الشباب شيء تجميلي أو شيء ثانوي، والبنات للأسف ما يعالجون حب الشباب أو كثير منهم ما يعالجون حب الشباب إلا فترة قبل الزواج، وهذا الشيء طبعا ما يصح. لازم تعالجون حب الشباب فترة طويلة قبل الزواج لأسباب راح أذكرها إن شاء الله لاحقا. طبعا خلنا نتكلم عن حب الشباب وتصنيفه بعد ما تكلمنا عن تصنيف البشرة. طبعا حب الشباب اخف نوع، او النوع الاول هو الزيوان الكوميدونز. هذا الزيوان امره سهل، احيانا بس بالمقاط الطبي نشيل الرؤوس البيضه والسوداء ينحل الموضوع، لكن المشكله تطور الموضوع الى الحبوب الحمراء، واحيانا يوصل الى المرحله الاخيره اللي هو التكيسات والحويصلات. مشكله الحويصلات والتكيسات انها ممكن تؤدي الى حفر وندب. الحفر والندب هذه المرحلة صعب علاجها للأمانة، في علاجات كثيرة اليوم في العيادات، للأسف أغلب هذه العلاجات غير مفيدة، يمكن ما يفيد فيها إلا الليزر، ويفيد بنسبة ضئيلة جدا، يعني من 30 إلى 50% في أحسن الحالات، هذا مع تقنية السبسيشن، وراح أتكلم عن هذه المواضيع العلاج. لكن خلنا نتكلم أول شيء عن سبب حب الشباب. ما بيتكلم بشكل علمي بحت، أبي أتكلم في لغة يفهمونها الناس. حب الشباب سببه هو الهرمونات. في هرمون يحفز الغدد الدهنية الموجودة في البشرة. الغدد الدهنية هذه متصلة في قناة إلى مسامات خارج، إلى المسامات الخارج الجلد. هذه المسامات يتراكم فيها الدهون اللي تصدر من أو تنتج في الغدد الدهنية. إذا الدهون سكرت المسامات تتجمع البكتيريا ويسبب التهاب ثم حبوب حمراء. فهذه يعني هذا هو سبب حب الشباب بشكل عام. طبعا دائما أسأل هل النفسية لها علاقة في حب الشباب وما لها علاقة. مثل ما قلت سابقا الهرمونات هي اللي تسبب حب الشباب. النفسية في كثير من الناس نفسيتهم سيئة ما يطلعون حب شباب، فما له علاقة. الناس تسأل هل الشوكولات أو الكاكاو سبب حب الشباب، طبعا ما له أي علاقة لا الشوكولات ولا الجنك فود. الدراسة الوحيدة اللي أثبتت أن في أكل أو مشروب يسبب حب الشباب هو دراسة ضعيفة وكانت عن الحليب خالي الدسم.
حليب خاتم الدسم هو الشيء الوحيد اللي ممكن يسبب حب شباب. أعزائي المشاهدين فاصل ونرد لكم إن شاء الله. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بموضوع حب الشباب. بتكلم عن العلاج، وهذا يعني الموضوع اللي يهم الغالبية من الناس. علاج حب الشباب يعتمد على درجة حب الشباب، مثل ما قلنا قبل أن حب الشباب أنواع، نوع الزيوان وينتهي إلى الحويصلات والندب والحفر. لذلك نبدأ إذا كان حب الشباب خفيف والدرجة الأولى هو الزيوان، نقدر نعالجه في استئصال الزيوان باستخدام الملقاط الطبي، وهذا أمر هين. لكن المشكلة إذا تطور الأمر إلى حبوب حمراء، هني لازم ننتقل إلى كريمات أقوى مثل بنزل بيروكسايد، مثل المضادات الحيوية عبارة عن كريمات. وكل ما تطور حب الشباب وصارت الحبوب حجمها أكبر وتأخر الشخص في علاج حب الشباب، هني لازم ننتقل إلى حبوب مضادات حيوية، وقد يحتاج الشخص إلى حبوب الرؤوكتان أو الآيسوتريتينوين. طبعاً الآيسوتريتينوين هو الاسم العلمي لهذا العلاج، سواء كان رؤوكتان أو زيروكتان أو كيور آكني، في ماركات مختلفة ما تهمنا، أهم شيء الاسم العلمي لهذا العلاج. للأسف في صار لخبطة في علاج حب الشباب، في ناس يبالغون في علاج حب الشباب. ممكن يكون عند الشخص حبة أو حبتين ويستخدم الآيسوتريتينوين، وهو أقوى علاج ومحتاج متابعة من المريض والطبيب وعمل فحوصات باستمرار. وفي ناس يهملون حب الشباب، ممكن يكون عندهم حفر وحويصلات وتكيسات، مع ذلك ما يستخدمون علاجات ويوصل فيهم الأمر إلى الندب والحفر، وهني عاد صعب حل مثل هذه المشكلة. مثل ما قلت لكم أن الليزر هو أقوى علاج لهذه المشكلة، مع ذلك يعالج حفر حب الشباب أو الندب بنسبة ما تتجاوز 30 أو 40 أو بالكثير 50% مع تقنية السبسيشن. وطبعاً دائماً الوقاية خير من العلاج، عشان لا تصلون مرحلة متقدمة من حب الشباب تعالجونها مبكر. الشيء الثاني، لازم تستخدمون تقشير باستمرار. أفضل تقشير للبشرة هو دائماً تقشير الفيتامين A، مفيد جداً للبشرة. غسل البشرة باستمرار، الوضوء 5 مرات باليوم، هذا هم يساعد في تنقية البشرة ونخليها أقل عرضة لحب الشباب. النساء اللي يستخدمون مساحيق تجميل تكون ثقيلة، هذا ممكن تسد المسام تطلع حبوب. الناس اللي تستخدم مثل الفازلين لترطيب البشرة، الفازلين يعتبر مرهم ثقيل ممكن يسد المسام ويطلع حبوب. لذلك لما تستخدم مرطب أو أي علاج للبشرة لازم يكون خفيف، عبارة عن كريم وليس مرهم ثقيل. ودي أكلمكم الحين أو أسلط الضوء على علاج الآيسوتريتينوين. كثير من الناس يسألوني عن علاج الآيسوتريتينوين أو حبوب الرؤوكتان، لأن موضوع طويل الأسئلة فيه كثيرة. طبعا بشكل عام الآيسوتريتينوين علاج آمن، في مبالغة في ذكر سايد افكت أو أضرار هذا العلاج، هو آمن مدام أنه ينعطى تحت إشراف طبي فهو يعتبر علاج آمن. يعطى للكبار والصغار، احنا دائما نفضل الكبار نعطيهم من بعد 18 وطالع. أما إذا كان الشخص أقل من 18 ممكن نعطيه، لكن إذا بشكل عام هو يعتبر آمن للكبار ويعتبر أيضا آمن للصغار. طبعا يعتبر ثورة علمية، علاج جدا فعال، يعطى على جرعات، ممكن يعطى على جرعة عالية في فترة قصيرة أو يعطى في جرعة صغيرة على فترات طويلة. احنا دائما نفضل نعطي جرعة قليلة على فترة طويلة عشان نتفادى الجفاف. طبعا الجفاف ما يعتبر مشكلة كبيرة، نقدر نرطب العيون باستخدام قطرات الترطيب، والشفات نرطبهم ايضا باي مرطب. احيانا يمرني في العيادة بعض الاشخاص يكون عندهم حالة خاصة، مثل عروس تبي تتزوج بعد فترة قصيرة، هني ممكن ارفع لها الجرعة، مو مشكلة اعطيها الجرعة الكبيرة خلال فترة قصيرة. لان شيء مهم ان المرأة اذا بتحمل لازم توقف الرؤوكتان شهر قبل الحمل، فلذلك احنا دائما ننصح النساء ان اذا نويتي تحملين لازم توقفين الرؤوكتان شهر قبل الحمل. خلال الرؤوكتان لازم تاخذين موانع الحمل،
اذروايز يعتبر علاج امن. نشيك على طبعا الكبد، وظائف الكلى، ونشيك على الكوليسترول. شيء مهم ان نشيك على الكوليسترول، لان احيانا يرفع الكوليسترول عند بعض الناس، ما يمتن لكن يرفع الكوليسترول. وفي الختام عزيزي المشاهد، دائما اقول لكم الوقايه خير من العلاج.